موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم. قبل ما ابدا مقطع اليوم في مقدمتين، يعني في اعلان بسيط حاب اقول لكم اياه. راح يكون في بطوله روكت ليج بدعوات الاربع فرق عربيه محترفه. جميع المشاركين راح يتنافسون على 5000 ريال سعودي. طبعا البطوله من تنظيم عربي كامل، فشيء جميل ان نشوف مثل هذه البطولات طاقم عربي كامل. في اول رابط في الوصف راح يكون رابط تسجيل في البطولة ناي. بنفس الوقت في رابط ثاني المقطع اليوتيوب باعلان على البطولة، راح تشوفون تفهمون كل شيء فيها. طبعا البطولة راح تكون في بث مباشر وراح يحضرون فيها مشاهير كثير. لا تفوتكم البطولة وحماسة. اربع فرق عربية راح يتنافسون على 5000 ريال، فشيء جدا جامد. الروابط في الوصف وبس عليكم على المقطع. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم من الصفر الحلقة التاسعة. قبل ما ابدا المقطع لا تنسوا زر اللايك واشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين، فعلوا زر التنبيهات، اهم شيء اشتركوا في القناة لان اغلبكم ما اشترك. فيعني حبيت اذكركم اللي يبغى يشتري اغراض ماركت ليج عندكم موقع ماركت ليج اكسشينج. طلع لكم الانترو في البدايه، بس حبيت اذكركم كود في اس ال راح يخصم لكم، وترى الكريدت عندهم ارخص. في كثيرين يوم قلت كريدت عندهم ارخص قالوا اوكي، يوم شروا قارنوا بالاسعار لقوا صدق انها اقل بكثير من اللعبه. مو بسالفه انك تدعمني ولا شيء، انت لك الفائده، يعني لك الفائده ان الكريدت ارخص من اللعبه حتى بدون كود خصم في اس ال، يعني بدون خصم 3% ارخص، فما بالكم بالكود. شيء اخير، كود الايتم شوب في اس ال، واللي يبغى يشتري اغراض من نمشي عندكم كود في اس ال راح يخصم لكم على المشتريات. يا ليت يا ليت يا ليت تعرفون اي احد كذا بيشتري من نمشي كود فيسل راح يخصم لهم اتوقع 10% الى 20%. طيب خلينا نحط الكود هنا، ما انه مو محطوط، معنا 1500 كريدت نقدر نشتري اللي هو السيارات. لكن للاسف عندي كل السيارات ما عاد هذه. هذه للامانه ما عجبتني، وجربت المقطع اللي راح والله سووها ركت ليج، لعبت بالسيارات كلها ولعبت بسياره تشبه هذه اللي هي سياره باك تو ذا فيوتشر، لكن ما راح اشتري هذه. النيسان والتشارجر عندي بحساب الثاني، فحرام اني اشتريها هنا، واصلا الحساب حساب ثانوي. راح نلعب بالفينك اليوم، نخش الكومب 2v2. اخر شيء وصلنا لها اللي هو تشامبيون 1، شيء رهيب. كنا في الديفجن او دايموند 3، ديفجن 1 اتوقع او ديفجن 2، فجاه كذا في التشامبيون 1. نهايه الحلقه للامانه الفينك ما لعبت فيها من زمان، الله يعين والله. خوينا عنده سيزون 3 تشامبيون، يا رب انه يكون لعيب صدق. ابغى انجلط بالراندوم. اوكي لك يا خوي تكفى. حلو حلو، ما عليه، لازم ناخذ هذا البوست ونرجع بسرعه. كان ودي اني اصدمه بس السياره هجت فما اقدر اسوي شيء. اوكي الحمد لله اني وخرت عنه. يا ساتر. يوه والله ضاغطين بضغط مو طبيعي. تكفى يا ساتر، والله ضاغطين بضغط مو طبيعي. تكفى يا خوي. اوكي يعطيني. اوكي يعني صدوا كل الكور بس هذه الكوره لا، شلون؟ والله شيء غريب، جابوا ام العيد بسبه الجدار. اوكي لمسه بس يا خوي. اوكي والله يا بلوك اليم، نايس يو كيف البلوك. والله اللخم من حقي ما اقدر اصدها، لو نط يمكن يقدر يجيبها بس. اوكي ايه تكفى يا خوي. موجود حلو. لا والله قهر. ما ادري شلون كذا بس اوكي. خوينا تكفى. نايس شوت. الحمد لله اني صدمت الثاني، الحمد لله. مع اني ما اتوقع انها بتفيد سالفة الصدمة هذه، بس اوكي يعني بتخوي شوية يعني. تكفى والله ضبطت التضبيط، والله ضبطت التضبيط. كيف يطلعوا؟ شو كيف؟ هدف واحد وثلاثة ستات، والله مضبط التضبيط مو طبيعي. نايس. نروح على الشامبيون 1 ديفجن 2 اتوقع، يا رب انه يعدون ال 2 ويعدون ال 3 كذا فجأة، بس ما اتوقع صراحة. اوكي 2 حلو حلو حلو. اللي بعده والله الفينيك يعني توقعت اني اسوأ فيها، بس مش بطال لعبي فيها يعني، مش بطال صراحة. يا القهر. اوكي خوينا ما ادري شلون تفيك ذا الفيك، بس اوكي المفروض اني ارجع، بس شطفت البوست للاسف. اوكي طقها. يا ساتر يا ساتر، يا يصدمني. تكفى هذا ناشب. يلا يا خوي. جاب العيد. والله خوينا بطيء شوي.
ودي اسوي فرفت والله، والله ودي اسوي فرفت والله، كني العب كاجول على ذي اللمسه. بس ما علي، نمشي نمشي نشوف اخرته مع خوينا. يعني كل هدفين سببه، بس عادي نمشي. يعني اللي يقول شيء ترى تشامبيون يعني، حرام والله. تكفى روح، موجود حلو. وين خوينا؟ شي واقف هناك والله جد ما يفهم. اقطع بليس القهر. اوكي يا ساتر السيف، يا ساتر السيف. والله كنت ناوي يفجره بس ماشي. خلاص يقطع بليس القهر يا شيخ، الله قهر. كيف مو هدف؟ يا الله والله عارفه ما تدخل يا ساتر. اكفى ضغط يا خوي. يعني جريت فوس، انا ابغى يضغط زي كذا من اول يا اخي. والله لو ضغطنا والله ما يسجلون الهدفين كلها كذا. اسمع له، حسيت انه بيجيب عيد، حسيت والله حسيت. حاول تصدم الثاني عشان لو جاب العيد يقدر يتفاهم مع الشخص اللي قدامه. والله شوفوا قاعد يعطيه مباسات، اني اقدر اشوط يمين اقدر يسار، حتى ما تطير. طيب قاعد اقول لك تيك ذا شوت يا شيخ، خذ البوست اللي عندي. جي جي هدف. اقول له اقول له فرويت بس ما يفهم. هذا هذا اللي يقول لك والله اللي خربت تصويرك، والله لعبك ما كان كويس وقتها. طيب سوي فرويت. طيب خلاص سبعة، يعني وين توصل؟ والله قهر اقسم بالله. اخ نزلونا نزلونا الديفجن وين على طول، ما اصدق الله. خوي ايزي تكفى، اقسم بالحرام والله جلطه. ايام ترولينج يقول انا طقطق. انا استغربت هاللحظه ما خش علي الحارس، احنا بدي يبلك. اوكي يعني ما ادري ايش اسوي، اقول له روح ما يروح، اقول له قتت يجي معي. يعني انت ايش، انت يفهم بالعكس ولا ايش؟ والله العظيم ما ادري. يقطع امه التضبيط، والله تضبيط اقسم بالله. شوف كيف وقفتها له، قول اذا خسرنا سبه سبتي، ما لك دخل انت. باذن الله ما نخسر باذن الله. لا تقول لي هدف. اوف يا ساتر، ما ادري شلون ما جت هذه، والله ما ادري شلون. اوكي بشوت على طول. تكفى. يا جلطة جلطة والله لك يا خوي، والله لو ما تجيب عاد. يا الله تفر فد تخلص كورتين قدام المرة، والله العظيم يعني حاولت بس ما استطعت. والله العظيم جلطة. نعطيها جيم نخسرنا، نلعب جيم ثاني نفوز. إذا فزنا في هذي احتمال نكون آخر جيم، يعني يكون جيمين فوز جيمين خسارة. صراحة أنا ما أدري إيش أسوي، بس سويت اللي علي وزيادة والله. يعني ما توقعت بيطلع معي تصوير كذا، توقعت إنه بيصير أفضل بس أوكي. هاي صوت خوينا تأخر والله مرة هنا، شوف كيف. هاي صوت نايس. يا الله هدف. يا الله كانت الفكرة ان اخدع الجميع، بس خدعت خوي الحالة. سبحانك يا ربي. شو كيف تاك فيسار ثانية، والله جريت باس هذه، والله العظيم جريت باس. تكفى خش معي تكفى، ترى مهزومين قسم بالله مهزومين. اجلطني والله لك. مية خذلان مو طبيعية صراحة، لكن إن شاء الله هذا كويس. لك دف لا حرام. أيوة خوينا إيش فيك وأخرت عنه أنت؟ أوكي
والله قهر والله قهر ما يفوز الا كره. نايس الحمد لله اني قريتها والله الحمد لله اني قريتها ووقفت. نايس والله اني كنت ناوي اكملها بس اعطاني رفسه مو بأليمة اللي بعده. نايس شوت. شوف كيف تضبيط شوف كيف تضبيط والله العظيم ضبط تضبيط مو طبيعي. والله على بالي انه جابها هدف والله. والله ما في الا السرعه والغضب. جبت ام ليد جريت باس والله جريت باس وكيف والله اسست بعيد يا ساتر. جي جي ويل بليد. خلونا نشوف الرانك اللي وقفنا عليه كذا نهي الحلقة بسم الله على الاقل تشامبيون 1 ديفيجن 2 يا رب شيء يعني لو بسيط واقفين في تشامبيون 1 ديفيجن 1. يعطيكم العافية ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. كمية سلبية في المقطع اللي اتكلم عن تيم ميت وزي كذا لا حد ياخذها بشكل جدي بس اتكلم عن يعني لو انكم مكاني بتحسون بنفس اللي احس فيه فهمتوا؟ ولا احد يقول انت توكسيك انت ما تسوي شيء ما انت معي في الجيم وما اوريك كل اللقطات اوريك كل اللقطات والله العظيم تنصفني صراحة. فيعطيكم العافية ان شاء الله استمتعتوا ونراكم على خير في امان الله. سلام.